أعطوني خيارين، إما السجن أو أشتغل معهم هذا الشغل. خلوني أصير عبد عندهم لحتى أشتغل بدالهم، لأن هم ما بيخاطروا بحياتهم بيشتغلوا هذا الشغل. فهي الفترة بحياتي أنا بسميها مرحلة العبودية. بالبداية طلبوا مني ألبس القناع فلبسته. رفقاتي بالعبودية خبروني إنه إذا بدك تحمي حالك لازم تلبس القناع عشان ما حد يعرفك. أنا سألته إذا ما بدي أشتغل شو رح يكون مصيري؟ قال لي حنضربك ونرجعك على تركيا، وإذا شفناك مرة تانية حنضربك.